نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. فاكهة خضروات حليب ومكسرات لحم وحبوب كلها فيتامينات. اسمعوا واستنوا نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. صحتي في الطعام، أنمو بانتظام، غذائي السليم كله فيتامينات. اسمعوا واستنوا نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. اسمعوا واستنوا نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. نصيحتي نصيحة حلا. السلام عليكم يا أصدقاء، اسمي حلا. أنا أحب الطعام الصحي والمفيد المليء بالأملاح المعدنية. الأملاح المعدنية مواد طبيعية تساعدنا على بناء أجسام سليمة وقوية. تعالوا معي سأخبركم اليوم عن الزنك. إنه ضروري لتنشيط جهاز المناعة في الجسم والتئام الجروح، ويساعد على النمو. في المتجر الكبير نجد الزنك في اللحوم المنزوعة الدسم، القريدس، السمك، المحار، القمح المستنبت، الفاصوليا والفول. هل تعرفون؟ سأتناول اليوم طعاماً غنياً بالزنك. انظروا، الزنك موجود في اللحوم المنزوعة الدسم، القريدس، السمك، المحار، القمح المستنبت، الفاصوليا والفول. ضروري لتنشيط المناعة في الجسم. الزنك ضروري لالتئام الجروح بمساعدة الأملاح المعدنية. ننمو بصحة جيدة ونبني أجساما قوية. اسمعوا نصيحتي. إلى اللقاء. نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. فاكهة خضروات حليب ومكسرات لحم وحبوب كلها فيتامينات. اسمعوا واستنوا نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. صحتي في الطعام، أنمو بانتظام، غذائي السليم كله فيتامينات. اسمعوا واستنوا نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. اسمعوا واستنوا نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. نصيحتي نصيحة حلا.